هلا ومرحبا، رجعنا لكم من جديد بفلوق جديد. وبس والله ان شاء الله يعجبكم الفلوق، واذا عجبكم الفلوق لازم تسوي لي لايك وسبسكرايب وكومنت. كومنت ترى انا مره احب الكومنتات مره كثير. فبس والله خلوكم معايا. أختي أول ما خشت شو اسمه النحيل خشت مكان الدبب، والله جيت على طول قلت لها سبحان الله دبية خشت مكان الدبب. شوفوا بس هذه الحركات تعشقه، مع إني مرة ما يعني ما قد أكلت منها ولا أحب يعني. بس ما ناخذ هذه البسكيت باين فخمة سبحان الله. أنا باخذ ثانية. خذي طيب. هذا براون ولا يكون عادي؟ كل شوية على أساس أروح أتسوق بعدها أخلص أشغالي. هذا بالنسبة لي سناك، بروح بعدين أكل زي الناس، حفضح إن شاء الله. بسم الله. مرة طعم ده. ذوقي يا اسماء. اشتريت لي نظارة، ايش رايكم؟ مرة عجبتني والله تجنن. بس بالذات عليك مرة فخمة تصدقي. اصور دحين وجهي. اصور؟ كيف الشوز هذا؟ حلو صح؟ انا مرة عجبني صراحة، نفسي اشتري. شوف الباقي ما عجبني منه ولا شيء الا هذا. بنات العفش اللي اخذته ايش كثره. والله ما قصرت في شيء، ما قصرت في شيء. بس للاسف ما قدرت اشتري ملابس الزواج لانه اخر الزواج يعني شهر. فهذا كل الاشياء قسم بالله حقتي، ويمكن في اشياء يعني اشتريت لاهلي ولاخواتي كذا فاهمين. فحاليا جينا الكيفسي على اساس ناكل، مره جعانه والله بموت جوع من الصبح، ما اكلت شيء الا اللي قبل شويه اكلته في العصر. الحين عندنا الساعه 10 الليل. بس والله يا بنات انه اليوم حليمة بجد تعبت حقيقي، ما بقى فيني شيء. اوف التعب يا اخي. المشكلة لابس العباية هذه ابو جيب وماخذ الشنطة هذا، وربي هذا الشنطة قديش تعبني، مرة ينرفز. شوفه من هنا مفتوح، لا اقدر امسكه زي كذا ولا زي كذا، يدي يعور. وماسكة مليون الف كيس معايا. اخ بس الحمد لله. جيت في نفس المكان اللي انا مره احبه صراحه واعشقه، يعني بديت احبه مع اني ما كنت اعرفه اول، لاني صراحه مره ما اعرف عن البراندات
والمحلات في باكستان كثير، لكن الحمد لله اتعرفت على كم براندات وكم محلات فخمة يعني، وصرت يعني دائما اشتري منها الحمد لله، طلعت على قد ما انا احب فاهمين. فجينا ناكل ايس كريم، شوفوا قديش ما شاء الله ما شاء الله، العفش خلاص يدي انكسر حقيقي، انا يدي انكسر ماني قادره اشيل شيء. اللي انت شلتي بس انا يدي هذا كله انا كنت شايلته، هذه هي شايلات حتى انا تكسرت خلاص، يداتها تكسرت خلاص، تكسرت تفقعت خلاص. اوكي تفقعت. الجو مرة حلو صراحة، بس مو زي أمس، أمس كان الجو أحلى، اليوم الجو عادي شوي كذا أوكي، بس إنه هوا وزي كذا ومغيم شوي، بس والله.